السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة بكم من برنامجكم المكتبة الرقمية. اتجه العالم حاليا إلى النشر الإلكتروني، وذلك عبر وسائل اتصال متعددة بما تتيحه التقنية الحديثة للوصول إلى المعارف العلمية من خلالها. هذه الحلقة ستكون مخصصة للحديث عن النشر الإلكتروني، ولكن ليس قبل أن نرحب بضيفنا وضيفكم الدكتور عبد الله المبرز من كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. مرحبا بك. أهلا بك وبالمستمعين والمشاهدين. بمثل ما ذكرنا وألمحنا في المقدمة، النشر الإلكتروني، ما هو المقصود بالنشر الإلكتروني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. لو نتكلم عن النشر الإلكتروني ونلقي نظرة تاريخية بدءا عن بدايات هذا الظهور للنشر الإلكتروني، نجد أن النشر الإلكتروني ليس بذلك التقنية أو المصطلح القديم، فقد ظهر أول ذكر لهذا المصطلح كمصطلح تقريبا في عام 1977، وكان أول ظهور لمادة نشر إلكتروني فعلية في تقريبا الثمانينات عن طريق البريد الإلكتروني. وكما يعرف الجميع أن بدايات ظهور النشر الإلكتروني ارتبط بشكل كبير بتقنية الحاسب الآلي، وعززه فيما بعد ظهور الإنترنت فبدأ في الانتشار. أما ما يقصد بالنشر الإلكتروني، النشر الإلكتروني كما هو يعني معروف ومعتاد، هناك نوعين من النشر الإلكتروني. قد نكون نقصد النشر الإلكتروني بشكل مفهومه العام، وهذا مفهومه واسع جدا، وهناك النشر الإلكتروني الأكاديمي، وهو قد يكون أضيق نوعا ما. فلو تكلمنا عن مفهوم النشر الإلكتروني بمفهومه العام، يدخل فيه جميع المعلومات الرقمية التي تنشر عن طريق تنتج عن طريق الحاسب الآلي والتقنيات المرتبطة به، ثم يتم أيضا التوزيع فيما بعد باستخدام نفس التقنيات. قد تكون مثل هذه المعلومات أو هذا النشر الإلكتروني يظهر على وسائط كما هو في النشر التقليدي، مثل وسائط قد تكون على سي دي روم كما هو في السابق، قد تكون على فلاش ميموري، في الأخير في الآونة الأخيرة ظهرت على أجهزة الآيفون الآيباد وغيرها، وأيضا ظهورها على الشبكات المعلوماتية عن طريق الإنترنت أو الإنترنت أو غيرها. فهو باختصار هو يقصد به عملية الإنتاج والتوزيع باستخدام الحاسب الآلي وتقنياته في كل عصر وما يظهر فيه. دكتور، كيف نقيم استخدامات النشر الإلكتروني ما بين العام والخاص؟ هل هناك إقبال كبير حاليا بما تعرفونه ورصدتم، وأكيد طبعا في حقلكم الأكاديمي، كيف تجدونه حاليا؟ يعني المتابع لحركة النشر الإلكتروني يجد أن النشر الإلكتروني الآن هناك انتشار كبير على مستوى العالم، وهو قد يزيح فيما بعد النشر التقليدي. فهناك إقبال كبير، وقد يكون اطلعتم على الخبر الأخير، مثلا مجلة نيوز ويك الأمريكية الآن مع بداية السنة الميلادية سوف تتجه إلى الشكل الإلكتروني بعد تقريبا 80 سنة من نشر الشكل التقليدي الورقي، سوف تنتقل إلى الشكل الإلكتروني وتتوقف الشكل التقليدي. أيضا كما ذكر في موسوعة ويكيبيديا أيضا أنه قد يكون مع بداية نهايات عام 2015 قد يكون نصف المجلات والصحف في العالم تتحول تماما إلى شكل إلكتروني. وفي نفس الموسوعة أيضا ذكر أن جميع الإصدارات في الولايات المتحدة سواء صحف مجلات كتب إلى آخره في نهاية 2015 سوف تكون تتحول إلى الشكل الإلكتروني تماما. فهذا يدل على أن هناك ثورة كبيرة للنشر الإلكتروني، ولولا أن هناك إقبال لما كان هناك هذا التحول الكبير. فلا شك أن عملية الإقبال كبيرة جدا بجميع شرائح المجتمع. قد يكون في البدايات كانت هناك إقبال من قبل الأكاديميين والمتخصصين والباحثين، أن الآن انتقلت العدوى، إن صح نسميها العدوى، إلى جميع الشرائح، حتى على مستوى الطلاب في المدارس العامة الثانوية والمتوسطة وابتدائي. الآن أصبحت قراءات إلكترونية والأشكال الإلكترونية يعني حافز كبير لهم للتوجه لهذا
الوسيلة. بشكل عام دائما ما يطرح قضية موت الورق بشكل عام في وسائل الإعلام والاتصال والمقابلات الحوارية، وهناك من يرى بأنه إذان الموت الورق القريب، وهناك من يرفض هذه الفكرة. أنت كونك متخصص في هذا المجال كيف ترى هذا؟ هل هناك مستقبلا موت للورق والاعتماد على النشر الإلكتروني دون الورق، أو كيف نحسم هذه المسألة برؤية متخصص؟ طبعا هذه الجدلية طبعا كثيرا نوقشت، والواقع أيضا يدعم الرأي الذي أنا أؤمن فيه. أنا أتوقع أن الورق لن يموت في قريبا، يعني سوف يقل الاستخدام بلا شك، سوف يكون استخدامه قليل جدا، سوف يكون هناك تقليص كبير في عمليات التي تعتمد على الورق، قد يموت فيما بعد بعد سنوات كثيرة. الواقع المشاهد الآن يجد أن الاستخدامات، يعني لو بس ابتعدنا عن النشر الإلكتروني، حتى التعامل الآن الإلكتروني أصبح يقلص التعامل مع الورق، وحتى هنا في المملكة بشكل حكومي، يعني أنا أتكلم عن التحول إلى عالم الورق الآن، أنا أتكلم عن النشر الإلكتروني، عن الورق بذاته سواء في النشر الإلكتروني أو في أي مجال آخر. الآن حتى تحول التعاملات الإلكترونية الآن تقلص استخدامات الورق، والقراءات أيضا المنتشرة الآن الأكاديمية والقراءات الآن حتى في المدارس العامة، لو وجدنا مثلا في بعض الدول العربية، حتى في تركيا، في الإمارات وغيرها، نجد الآن حتى الكتب المدرسية أصبحت توزع على الآيباد، ما لم تستخدم يعني الكتب الورقية. فهذا بلا شك نذير إن قد في ليس الوقت القريب ولكن الوقت البعيد قد يكون هناك موت للورق أو استخدام قليل جدا للورق، سواء في الأبحاث العلمية أو حتى في التعاملات الإدارية الحكومية والخاصة. دكتور، تعلمون بأنه هناك مشروع كبير تتبنى وزارة التعليم العالي يتمثل في المكتبة الرقمية السعودية، كيف ترون هذا التوجه لتحفيز الجامعات ودور النشر للمكتبة الرقمية السعودية؟ لا شك أن المكتبة الرقمية السعودية تعتبر مبادرة جدا جيدة من وزارة التعليم العالي، جاءت في وقت مهم جدا، يعني في الأكاديميين الباحثين المتخصصين في حاجة ماسة إلى وجود مصادر معلومات في المتناول، قريبة للشخص، سهلة الاستخدام، تأتي له حتى في مكتبه، حتى في منزله. فوجود هذه المكتبة التي حسب علمي الآن تقريبا وصلت 140,000 عنوان في شكل إلكتروني، لا شك أنه يعتبر ثورة جدا مهمة في النشر الإلكتروني داخل المملكة، لأن احنا للأسف الشديد يعتبر النشر الإلكتروني في الوطن العربي بشكل عام وبشكل خاص في المملكة يعتبر متأخر جدا. فجاءت هذه المبادرة، مبادرة المكتبة الرقمية، لتحفز مثل هذا النوع من النشر، أيضا لتكون حافز للجامعات للدخول في ما يسمى بالتكتلات المؤسساتية التي تدعو إلى التعاون بين الجامعات في مجال اقتناء المصادر أو في مجال المشاركة في البحث ومشاركة في استخدام هذه المصادر. فهي لا شك أنها تعتبر بادرة جيدة، لازم نطمح في المزيد من المكتبة الرقمية. هناك توجهات كما أعلم أيضا أن هناك يكون تحويل رقمي أيضا لكل ما ينشر من في الجامعات السعودية، وهذا سوف يكون أيضا حافز للجامعات أنها تقدم ما لديها من الإصدارات من المنشورات إلى المكتبة الرقمية لتحويلها شكل رقمي. دكتور، أين تكمن المعوقات دائما في مثل هذه المشاريع الضخمة؟ كيف يمكن أن نتجاوزها بطريقة علمية؟ قد تكون المشكلة الرئيسية هي الوعي، الوعي بأهمية هذا النوع من النشر. لا زال هناك توجس، أنا أقول من الباحثين، من المؤلفين، مثل هذا النوع من النشر، أو حتى دور النشر أيضا. دور النشر لا شك هم يبحثون عن الربح، وإذا كان هناك إقبال من قبل القارئ والمستفيد سوف يكون هناك، سوف توجه الناشرين لهذا النوع. لكن حتى من ناحية المؤلفين والناشرين والباحثين لازم هناك نوع من التوجس من ناحية قضية الحقوق الفكرية، قضية السرقات ولا آخرة، عدم وجود وعي كامل بأن بالعكس المفروض النشر الإلكتروني يساعد على الانتشار، يساعد على، حتى هناك قضية أن حتى في الأرباح المادية في لأن نتكلم عن الوطن العربي ولا في الدول المتقدمة الآن، النشر الإلكتروني يعتبر
يعني حافز من الحوافز اللي تدر على دور النشر مزيد من الأرباح بعكس النشر التقليدي، لأن تكاليف النشر الإلكتروني جدا قليلة، فبالتالي إذا كانت جدا قليلة فهذا تكون توفر للناشر في الأرباح بعكس النشر التقليدي، فهناك تكاليف كثيرة جدا قد تقلل من الأرباح، فهو بالعكس للناشرين يعتبر، بس ما لا يوجد وعي المشكلة، تعتبر مهمة جدا لمزيد من الأرباح بالنسبة حتى للباحثين والمؤلفين، تعتبر حفظ للحقوق بعكس ما هو متوقع أنها تعتبر، يعني قد ما تحفظ الحقوق لكن تحفظ الحقوق، لأن من السهل الآن عندما يقع بمعنى أن هذا تطمين للناشرين وتطمين أيضا للمؤلفين بلا شك ستدر عليهم أرباح أكثر مما كانوا يتصورون. بلا شك حتى المؤلفين الآن تحفظ حقوقهم الآن، بمجرد أنك تحصل على نص تشك أنه مثلا للفلان أو فلان، أو بالسابق قد تكون تحتاج أنك ترتاد إلى أكثر من مكان لتتأكد، الآن فقط ادخل على الإنترنت على الشبكات المعلوماتية ويظهر لك النص، لو هل هو للشخص الفلاني أو للشخص الفلاني، فأصبحت بالعكس تحفظ الحقوق يعني الآن. جميل. دكتور عبد الله، سعدنا بحضورك معنا في هذه الحوارية الجميلة، لا يسعنا إلا أن نشكرك. شكرا لك وشكرا للزملاء في المكتبة الرقمية في وزارة التعليم العالي، ومزيد من التقدم إن شاء الله ومزيد من الإنجازات. ما أنتم أعزائي المشاهدين، سنترككم مع الفقرة التدريبية ثم نعود إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بالسادة الحضور وجميع المشاهدين في برنامج المكتبة الرقمية السعودية. أعرفكم بنفسي الأول، أنا اسمي أحمد إبراهيم، المدير الإقليمي لشركة ProQuest المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط. البرنامج النهاردة بيكون طبعا برعاية المكتبة الرقمية السعودية ووزارة التعليم العالي، وبنقدم فيه معلومات عن قواعد ProQuest المختلفة. خلينا يمكن الأول نبتدي نعرفكم على شركة ProQuest. شركة ProQuest هي شركة أمريكية من أقدم وأعرق الشركات المتخصصة في تقديم مصادر المعلومات. شركة أنشئت سنة 1930، المقر الرئيسي موجود في ولاية ميتشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن قصة إنشاء شركة ProQuest يعني قصة شيقة شوية، يمكن ناس كثيرة بتحب تسمعها. هي بدأت كانت بطالب في جامعة ميتشيغان، حصل على رسالة الماجستير ودكتوراه في سنة 1930، وجات له فكرة إن هو إزاي يقدر يخزن رسالة الماجستير والدكتوراه بطريقة معينة بحيث أنه يقدر يرجع ليها للمستقبل. فكان في الثلاثينات في التكنولوجيا اللي هي بتاعت الميكروفيلم، فبدأ ياخد الرسائل الماجستير والدكتوراه بتاعته ويحطها على الميكروفيلم، ومن هنا جات له فكرة أنه هو يكون قاعدة بيانات لرسائل الماجستير والدكتوراه، يروح لجامعات مختلفة ومؤسسات مختلفة وياخد منهم الرسائل ويحطها في صيغة الميكروفيلم. في الثمانينات ابتدى يظهر عندنا التكنولوجيا اللي موجودة اسمها CD سيرفر، ابتدى ننتقل من الميكروفيلم للCD سيرفر. في 1995 مع ظهور الانترنت ابتدت المصادر المعلومات اللي عندنا كلها تبقى موجودة عن طريق الانترنت. شركة ProQuest عندها يمكن حوالي اكتر من 30,000 هيئة بتستخدم قواعد بيانات شركة ProQuest، منهم المجال الأكاديمي، الجامعات والكليات، بجانب الشركات والمؤسسات الحكومية ومراكز الأبحاث على مستوى العالم. عندنا حاليا ما يقارب من أكتر من 300 منتج في جميع التخصصات المختلفة، وفي السعودية يمكن موجودين في عندنا بعض الجامعات كانت تستخدم ProQuest من يمكن أوائل الثمانينات. المصادر المتاح حاليا من شركة ProQuest للجامعات السعودية عن طريق المكتبة الرقمية السعودية هم 6 مصادر أو 6 قواعد بيانات. أول قاعدة منهم هي قاعدة ProQuest Central، وهي تعتبر أكبر قاعدة بيانات على مستوى العالم، وهناخد تفاصيل عن القواعد دي في الخطوات اللي جاية. قاعدة تانية هي قاعدة ProQuest Dissertations and Thesis، قاعدة ProQuest Technology Collection. عندنا 3 قواعد تانيين اللي موجودين كإندكس مش موجودين بالنص الكامل، اللي هو الميدلاين والإدوكيشن ريسورس إنفورميشن سنتر واللايبري إنفورميشن ساينس أبستراكتس. هدي دلوقتي نبذة بسيطة عن كل قاعدة من قواعد البيانات الموجودة، ولو تبقى وقت هنقدر نعمل ملخص لإمكانيات البحث في قواعد ProQuest الموجودة.
زي ما قلنا القاعدة الأولانية هي قاعدة ProQuest Central، وهي أكبر قاعدة بيانات موجودة على مستوى العالم. حاليا فيها أكثر من 19,370 مصدر، منهم أكثر من 13,000 مصدر موجودين بالنص الكامل. في بداية سنة 2013 هيتم تزويد عدد من المصادر، هتوصل ليمكن أكثر من 21 مصدر موجود في ProQuest Central. ProQuest Central بتغطي جميع المجالات، يعني أيا كان الباحث بيبحث في مجال معين، في مجال طبي، في مجال بيزنس، في جيولوجيا، في زراعة، أيا كان المجال هيلاقي ليه إجابات على أسئلته، هيلاقي ليه استخدام أو هيقدر يطلع كتير من قاعدة ProQuest Central. ProQuest Central كقاعدة عامة بتتكون من 28 قاعدة تحتيها، يمكن قسمناهم لأربع مواضيع. موضوع مثلا زي البيزنس والنيوز، في عدة قواعد موجودة، منهم الـ ABI Inform Complete، وهي تعتبر من أكبر وأشهر القواعد الموجودة في مجال البيزنس. في قاعدة متخصصة في الـ Accounting and Tax للجماعة اللي بيدرسوا الحسابات، في قاعدة متخصصة في الريبورتات اللي بتصدر عن البنوك، في Oxford Research وهي من أكبر قواعد المتخصصة في التقارير. في عندنا الموضوع التاني اللي هو الهيلث اند ميديسن، لخصناه في موضوع واحد المجال الطبي. في عندنا قاعده متخصصه في مجالات الصيدله، قاعده متخصصه في مجالات الطب عموما، في عندنا قاعده متخصصه في مجال الفاميلي هيلث اللي هو عباره عن الومن هيلث والدنتسري والاي كير، عندنا ProQuest Nursing and Allied Health Source لمجال النيرسينج والالايد هيلث، عندنا ProQuest Psychology Journals متخصصة في جزئية السايكولوجي، في عندنا ProQuest Health Management واللي هي متخصصة في إدارة المستشفيات أو الهيئات الطبية، في عندنا Science and Technology في عدة قواعد تحتها، منها ProQuest Computing للكمبيوتر ساينس، ProQuest Career and Technology، ProQuest Telecommunications للمتخصصين في التليكوميونيكيشن، ProQuest Science Journals للعلوم عامة، ProQuest Military يمكن مش استخدم كثير في كتير من الجامعات بس هي بتغطي الجزئية بتاعت الميليتري، و ProQuest Biology Journals متخصصة في مجال البيولوجي، عندنا Social Sciences و General References، في عندنا ProQuest Religion لعلوم مقارنة الأديان، ProQuest Social Sciences Journal للعلوم الاجتماعية، و ProQuest Education Journal لكلية التربية. قاعدة ProQuest Central حايزة على جائزة الـ ISSA الـ SIIA Cody Award لسنة 2010 لأحسن General Reference Database موجودة على مستوى العالم. ننتقل للقاعدة الثانية أو المصدر المعلومات الثاني الموجود عندنا عن طريق ProQuest، هو ProQuest Dissertations and Thesis، وهي القاعدة الوحيدة اللي موجودة على مستوى العالم، هي قاعدة لرسائل ماجستير ودكتوراه، فيها ما يقارب من حاليا أكثر من 3 مليون رسالة ماجستير ودكتوراه، اللي موجود بالنص الكامل ما يقارب من 1.5 رسالة ماجستير ودكتوراه من جامعات كبيرة زي جامعة هارفارد، جامعة واشنطن، جامعة أوكسفورد، جامعة كامبريدج، كل الجامعات الموجودة أو التوب 10 التوب 100 أو التوب 10 موجودين على مستوى العالم، هنلاقي رسائل ماجستير ودكتوراه موجودة في القاعدة عندنا، وبتبقى أبديتد يعني في خلال شهور، يعني ممكن تلاقي رسالة ماجستير أو دكتوراه صادرة مثلا عن جامعة هارفارد تكون لسه متقدمة من 6 شهور موجودة في القاعدة، ودي من القواعد المميزة جدا الاشتراكات فيها عن طريق المكتبة الرقمية السعودية، وما فيش حد بيقدم قاعدة لرسائل ماجستير ودكتوراه على مستوى العالم غير شركة ProQuest، فبننصح الطلاب والمستخدمين ان هم يستفيدوا بالقاعدة دي. القاعدة الموجودة الثالثة هي ProQuest Technology Collection، وهي متخصصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة زي البايوكيمستري، الروبوتكس، النانو تكنولوجي وهكذا. القاعدة بتحتوي على أكثر من 7.7 مليون Index Tables وFigures اللي هي رسومات بيانية وتقارير، فيها أكثر من 3200 مصدر معلومات موجود بالفول تكست. شكرا تاني لاستماعكم ولحضوركم النهاردة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا نأتي وإياكم إلى نهاية حلقة هذا اليوم، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله قريبا في حلقة قادمة، وفي أمان الله.